بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي إن شاء الله مثلا عم بنوغن أمثلت ناصنوغن على الشرك الأكبر والشرك الأصغر ورنغن أمثال ناو يعني ورتكوغن نا شرك لقاسو ويوغن من منالد أمثال ناصنوغن نا شرك نين ويحقنين ناصنوغن. أمثلة شرك وشرك أكبر ولي قابيو نوغن سلفت ما دان شرك مبهرولي ما شرك مقنايولي. الشرك الأكبر نمرة واحد نيخ شرك أكبر جلي، شرك أكبر جلي معناه شرك أكبر واحد حقن أرستحقن. نها نها أمثلة نيو الذبح لغير الله والنظر لغير الله، يعني أريوخد برخنا بسم الله حقي اسم جار خد حقي جار برح قري قدام برخنا كدو النظر لغير الله كدو نظر استحقوا النهوى النهوى النوايا حقوني را قدام ترى خبرا الاستغاثة بغير الله كدو يعني يا شيخ فلان اللي هي نهبي له يرن نين ناوك شرك لي بهروبا لينغر شرك خفي مثل شرك المنافقين وريائهم ومثل خوف السر وهو خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. دار قرأ سقى حديبو سنعد لد قدام تلدقو إتنا نينغر كدو نفع رار ضرر دار يرو نوا تقاخ نين شرك لتووغن نفلان قيبد ناس يان لنا بيروق ورنا ويحقون ورنا نفلان تقابقا نين هبق نهبق نين نوايا وقن هم تميا دلما كان دوكا يستخ الدرارقين كيرو وما يعني نواتكو غيبيات مبودي ومسان حد شركيات التوسو نقو إنين قو إني أكان الأخلاني وريخ جار قرى سقاف ديبو سان عدل جار انقت أريخ قرى سقاف ديبو سان عدل قو يتسغل نافلان تعن مثلا وريهم بيان وري لا يان لو خلاط لي وري ظلم لي ورنا ورا اعترضنا له ان مشركين ان فساد ان قلنا حياتنا حواوين على كولي نين فرو ان شورو يغن ورنا هبيرو يغن ورنا هبيرو يغن قدام سقوي تاخ نين اشكاليات مقدي بجار سقوي تشعر قدام تلقى ترجع لا نفع النير شفع النير ضرر جارغن الواحد الاحد نفع اخر ضرر اخر شفع اخر. امثله على الشرك الاصغر نان إن شرك مبهرس اللي كان لقى سمنه ولا شرك جري وشرك خفيز نيه ولا شرك إن جلي روزير مسار طعم بنهون أقول لهم إن شرك إن خفي روزير إن قارس تقع شوية إن تقويس إن زهرة قاو نيسر كده أمثلة نعصم هون أقول لهم نان أمثلة على الشرك الأصغر نان أمثلة إن شرك إن جنايلي أتراو خبيون أقول نينغر شرك أصغر جلي إمبوك جناي جلي وجناي خفيين بو نان نشلك ان اصغر جلي واضح ويعقن الحلف بغير الله لا هو مثلا طلاق الحلفه لا هو مثلا وحياتك وري يعني ورني يكون هابي يو ما نام محلنين قلقن لا محلا جارد محل دشاخ نا انا الحلف بغير الله اللهم حلا ورحالفا جارد حالف رشاو قول ما شاء الله وشئت وقول لا والله وفلان نا نواتك وحواوين نا عن ذكروا. طيب شرك أصغر خفي ورانا قلنا شرك أصغر خفي إن الشرك جناي نقال استقاه يسير الرياء والطيارة يعني شوية رياء بعض يبسان عد قدام قال استرور واسسترور وجهت متان قلة متان سمعة متان قلة متان سلطة متان جاه متان فلان 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 يسترون بكالك شنستروا بس فقط نهمت كنندي كسردي شنسترا كايا قدام قال نواح وين يسترون نواح وين يسترون استخو إنسان
نين أشكالت مودبين شرك الدكاة توصب الطيارة كذا عز بالله متان رجيم دائما تشاؤم مساق إنسان ن نجاك على إنك نيجر ن ن نهبر ناس يردن بو يعني ناخو ن يعني كارنا خدم بناخو نيجي على نابري يردن بنابتي ن دخار يخ ناخو يردن بنكي الناس حصلوا يستوى نواتك أو أشياء نواتك أو مبك نين ناوك أشكاليات شرك نايوب طيب دعاء نافل الوقاية من الشرك ندم بي دعاءهم بك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ندعى نيخي شرك لد قريب نفعك وليكن صحابيرا رواية صحابيرا نعصى قل لقنا فدا قل لقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاب يقول ها إن لفز إن أمرد قال ان قول دين يا الله سبحانه وتعالى قن لانه النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ووحيق لكن ان لفظ النيه مباشره ولتلقى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قران اكان لي اكل عن القران وحديث حديث قدس اخن حديث بخاري صحيح اخن حوق اخن حديث قران اكان لي اكلاني وريو قاب النبي صلى الله عليه وسلم روغن ناتوغ انا بموسى الاشعري رضي الله عنه يق خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لا قرقة النبي صلى الله عليه وسلم خطب غديبنا قابيقنا موريقن أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى دبيب النمل فإنه أخفى من دبيب النمل أخفى من دبيب النمل يعني إن شان شوتا شان توت إن أنفرنا رخصي هو سكون لهم فردون سك كانيل لما ميرو وري ششيل وري بتيل وريهم بقى كان لي سبحان الله الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ما نشرك اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل يوم يعني مرة مشكلة جن نا تلاخد سنك فرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهبني يعني وقاية سنين وهبني حجاب سنين وهبني حاجز سنين وهبني تحسين سنين وهبني كليب سنين نا شرك لد يقول لنكو صحابي را وهو خفي وهو أخفى نها قال سلا أقل إن فر إن شان شو تغلطن وهابنين يعني وقاية سينو وهابنين ينفي خد تكون وهابنين في الدي سنة سينو وهابنين ينفي خد تكون ورقي بنور نشرك لدي كلكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إني اللهم إنا نعوذ بك ندعى نيسيا نينقل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبر أقول له أبو مصطفى عريب اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه نحفظ له لشعر اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه رواه أحمد وحسن والألباني رحمهم الله نهسي دونهم بنكون ندعاند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.